السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم، معاكم الدكتور سيد أيوب في محاضرة جديدة في المديول Respiratory and Renal Module. المحاضرة هتتكلم عن البيولوجيكال أوكسيديشن أند Respiratory Chain. هنتكلم النهاردة في المحاضرة الأولانية، المحاضرة رقم 5، عن البيولوجيكال أوكسيديشن. والبيولوجيكال أوكسيديشن بتعتبر محاضرة بريبراتوري علشان نفهم كويس Respiratory Chain، وعشان نفهم كويس بعد كده الاكسيديشن فوسفوريليشن. دي صوره كده في الاول كده عشان تعرفوا، او ده شكل الكومبلكس 5 بتاع الريسبيراتوري تشين اللي هتشوفوها معايا بعد كده، وده مهم جدا، اسمه اي تي بي سينثيز، هتشوفوها بالتفاصيل كده ان شاء الله. عايزين ايه بقى محاضره النهارده بتاع البيولوجيكال اوكسيديشن والريسبيراتوري تشين؟ البيولوجيكال اوكسيديشن هنتعرف يعني ايه انرجي، يعني ايه انواع الرياكشنز، تايبس اوف رياكشنز، هل عندنا في هاي انرجي بوند ولو انرجي بوند ولا لا. هنفهم شويه الامبورتنس بتاع حاجه اسمها ريدوكس بوتنشال، وهنفهم يعني ايه الريدوكس بوتنشال ديت اللي هي ايه ريدكشن اوكسيديشن رياكشنز. وبعد كده ان شاء الله في المحاضره الجايه هنفهم الريسبيراتوري تشين والكومبلكس، وهنتكلم بقى في المحاضرة ديت عن الديفينيشنز وتايب اوف رياكشن والانرجي ليفلز واحنا ماشيين. طيب يعني ايه انرجي ميتابوليزم او بايو انرجيتكس، او ايه الهدف بتاعنا من المحاضرة؟ الهدف بتاعنا ان احنا عندنا لما بناكل ونعمل اوكسيديشن للاكل بتاعنا عن طريق جلايكوليسيس او عن طريق سيتريك اسيد سايكل، نهاية المطاف بنحصل على 2 اتش 2 في الناد اتش بلس بروتين او الفاد اتش 2، وفي الاخر اي هيدروجين بيتكون من الكترونز، الاثنين هيدروجين بيتكونوا من 2 الكترون وبروتونز، فبنحاول نمرر الاثنين الكترونز دول والهيدروجين على خطوات معينه من الاكسديشن ريدكشن رياكشن، ستيب وايز ستيب وايز ستيب وايز ستيب وايز، لحد الاثنين هيدروجين اللي هما الاثنين بروتون والاثنين الكترون مع بعض يتحدوا مع الايه نص اكسجين مولكيول، يعني اكسجين اتوم، عشان يعملوا ووتر. طب يا دكتور ليه ما خليتش الاثنين هاي الاثنين الكترون والاثنين هيدروجين مع بعض مباشره اتحدوا مع الميه؟ هيطلع ماسيف برودكشن اوف انرجي اوف هيت، ومش هنستفيد بالانرجي خالص. امال احنا بنعمل ايه بقى في الريسبيراتوري تشين والاكسديشن ريدكشن رياكشنز؟ احنا بنمرر على ستيب وايز ستيب وايز، سلمه سلمه سلمه، عشان على كل خطوه من الخطوات ناخد ايه يوسفل انرجي. ايه هي اليوسفل انرجي؟ اللي هي الاي تي بي، عشان دي كارنت انرجي نستفيد بيها. اما بدل ما نفقد كل الطاقه بتاعتنا على هيئه ميه ونطش في الميه على طول، لا، احنا بنمشي ستيب وايز ستيب وايز ستيب وايز، وفي كل الخطوات ناخد اي تي بي، والباقي بقى خالص 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 يتحدوا مع بعض، كون الدنيا هديت معاهم خالص، فيدونا ايه؟ يدونا ووتر. ابقى انا هعرف الاول يعني ايه انرجي. انرجي واحد يقول لك انا عندي طاقه، يعني عنده طاقه، يعني ربنا عطيله طاقه، عنده capacity to do work. يعني اللي ما عندوش طاقه ده ما عندوش جهد للعمل. ابقى الانرجي capacity to do work. طيب ايه هي ال capacity to do work؟ ايه هو الورك؟ لا اما ميكانيكال يشيل على كتفه، لا اما كيميكال يقعد يفكر او يعمل كيميكال رياكشنز، يعمل ميتابوليزم، او الكتريكال. الالكتريكال يعني ايه؟ الالكتريكال يعني يعمل نورو ترانسميشن، والمخ يشتغل والاعصاب تشتغل والنظر يشتغل والسمع يشتغل. البايو انرجيتكس بقى ديت ان احنا هندرس بقى، هندرس الانرجي تشينجز اللي بتحصل اثناء البايو كيميكال رياكشنز. البايو انرجيتكس هي الاستادي بتاع الانرجي تشينجز اللي بتصاحب الاكمباني البايو كيميكال رياكشنز. ايه انواع الانرجي بتاعتنا؟ انواع الانرجي، لا اما هيت انرجي اللي بتحافظ على درجه حرارتك على 37 عشان كل الانزيم تشتغل، او اذر انرجي كل الانرجي اللي بعد كده. فلا اما هيت انرجي لا اما يوسفل انرجي. احنا بقى بنقول على الفري انرجي او اليوسفل انرجي دي دلتا جي، اسمها كده دلتا جي، هي الفري انرجي او اليوسفل انرجي. وقلنا انواع الانرجي اللي بنستفيد بيها في البرين، نيورو ترانسميشن، ميكانيكال، اللي هو الكونتراكشن انرجي، دي كلها انواع من انواع الانرجي اللي بنستفيد. انواع الرياكشنز بتاعتنا، انواع الرياكشنز اللي اما رياكشنز بنستفيد بيها بتدينا انرجي سبونتينيوسلي،
لا اما بتاخد منها انرجي او بتوصل للايكوليبريم. اللي بتدينا انرجي بنسميها الريفرسبل رياكشنز او اكسيروجينيك رياكشنز او سبونتينيوس رياكشنز. دي مش محتاجه بقى ولا اي تي بي ولا حاجه عشان تشتغل، ها؟ لا دي رياكشن فيها طاقه كبيره جدا جدا البايوكيميكال كومبوننت بتاعتها، لدرجه انها بتفيض علينا باي تي بي ويفضل كمان هيت، بنسميها اكسيروجينيك او اكسيروجينيك رياكشنز. انما الرياكشنز بقى وديت بتحصل اثناء الايه؟ اثناء الاوكسيديشن، ها؟ جلايكوليسيس سيتريك اسيد سايكل بتدينا. انما الاندينوجينيك رياكشن ديت بقى بناء، اذا كانت ديت هدم الاوكسيديشن للفود ستافز، دي بناء اندينوجينيك رياكشنز، يعني زي الجلايكوجينيسيس فاتي اسيد بايوسينثيسيس اندينوجينيك رياكشن. بتحتاج طاقه مني، تحتاج طاقه مني. طب الطاقه اللي بتحتاجها عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا بنديها شويه اي تي بي عشان تتحرك شويه. ابقى دي محتاجه زق. الاندينوجينيك رياكشنز بتحتاج منا، البنا دايما بيحتاج طاقه والهد بيفقد طاقه. انما لو الرياكشن بتاع الاكسيروجينيك رياكشن بقى ده اعطانا انرجي واعطانا اي تي بي والاخر حصل فقد لوز انرجي عن طريق الهيت، بيفضل يفقد 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 لحد يوصل لحد الدلتا جي زيرو، خلاص ايكوليبريم. ايكوليبريم يعني ايه؟ خلاص مفيش بقى ولا طاقه ولا هيت ولا اي حاجه، في حاله توازن بين الرياكتنت اند برودكت. فالفري انرجي بقى اللي هي الدلتا جي ديت حسب الدايركشن اوف رياكشن، ممكن الدايركشن اوف رياكشن من الاي تو بي اللي هو الرياكتنت والبرودكت بي، اور بي تو اي العكس، او يا اما اي تو بي او بي تو اي، حسب ايه؟ والله حسب انت عندك الرياكشن بتاعك اكسيروجينيك، فدايما الاكسيروجينيك رياكشن بالعلامه بتاعته او النمبر بتاعه بالنيجاتيف، ابقى نيجاتيف دلتا جي. يعني ايه؟ يعني الرياكشن هيمشي من اي تو بي. طب الرياكشن يمشي من اي تو بي لو ايه؟ لو الدلتا جي از نيجاتيف، يعني الفري انرجي كونتنت بتاع البرودكت بي اللي هو ده هوت طاقته از ليس ذان ذات برودكت ايه، يعني ايه اكتر من بي او بي اقل من ايه، فساعتها يمشي من الايه للبي وساعتها يفقد ايه انرجي، وساعتها الدلتا جي بتكون ايه بالنيجاتيف. ايه المثال بتاعنا؟ المثال بتاعنا حاجه بنسميها سبونتينيوس او الريفيرسبل رياكشن، زي الكرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت ده فيه طاقه كبيره جدا اللي هو الايه بقى، والفوسفوين البيروفيت فيه طاقه كبيره جدا. دي امثله كلها من النيجاتيف اكسيروجينيك او اللي بدينا نيجاتيف دلتا جي، او اللي هي البي اقل من الاي، والاي هنا سبونتينيوسلي والريفيرسبل رياكشنز وفيها طاقه كبيره زي الكرياتين فوسفيت او الفوسفوين البيروفيت، وساعتها بقى بيفقد انرجي. ها بيفقد ايه؟ الدبل اش بي ديت بيفقد انرجي. طب يفقدها يوديها فين؟ نستفيد بيها ناخدها على هيئه ايه؟ اي تي بي. طيب خدناها على هيئه اي تي بي والباقي، يعني احنا عندنا كرياتين فوسفيت عنده 10.3 كيلو كالوري، الله، زائد اي دي بي، يعني انت عندك 10.3، يعني ممكن تسلفني 7.4 علشان اعمل اي تي بي ويفيد منك كمان. فالكرياتين فوسفيت اللي هو 10.3 ده ممكن يتحد مع الاي دي بي عشان يعمل لنا كرياتين، وبعدين الاي دي بي بقى ديت خدت الانرجي عن طريق الدبل اش الفوسفيت ونعمل اي تي بي ويفيد كمان نيجاتيف دلتا جي 3 كيلو كالوري. هنستخدمهم في ايه؟ هيت بقى، نظبط درجه حرارتنا. في مثال تاني للاكسيروجينيك رياكشن، مثال تاني الفوسفوين البيروفيت 14.8 يتحد مع الاي دي بي برضو يدينا بايروفيت بقى ويدينا اي تي بي، ده كله اكسيروجينيك رياكشنز، ده بيفقد طاقه، يديها لنا على كارنت انرجي اللي هي الاي تي بي، ويفضل لنا شويه كمان نستخدمه على هيئه الايه نيجاتيف دلتا جي يدينا هيت. ابقى ده مثال للايه اكسيروجينيك رياكشنز، زي ما انتم شايفين كده بيتدحرج اوتوماتيك سبونتينيوس سبونتينيوس من فوق لتحت، يفقد طاقه على هيئه اي تي بي والباقي يفقده على هيئه ايه هيت. من فوق هو الرياكتنت ايه عشان يوصل لبيه بنفقد ايه بنفقد طاقه وبيمشي اوتوماتيك مش عايز زق ولا حاجه وبدينا اي تي بي وانرجي. عكس بقى الاندروجينيك رياكشنز، الاندروجينيك رياكشن ديت عايزه تبني زق، زق يا جدع زق يا جدع زق يا جدع زق، ديت عايزه ايه؟ عايزه اي تي بي، ده اندروجينيك رياكشن. طب هنجيب له منين الاي تي بي؟ ما
احنا عندنا بقى بنكسر الفود بتاعنا عن طريق الجلايكوليسيس والسيتريك اسيد، وناخد الاي تي بي نستخدمها بقى في ايه، في الاندينوجينيك اكشن نبني بيها. ابقى البرودكت هنا علشان يطلع بقى الطلعه دي، يطلع من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق، بيحتاج ايه؟ بيحتاج انرجي، مش بيفقد انرجي. ده خلصنا النيجاتيف اكسيروجينيك. هنا بقى نيجي للبوزيتيف اندروجينيك. هنا بالنمبرنج، بوزيتيف اندروجينيك يعني ايه؟ يعني البي هتتحول لايه؟ ازاي؟ لو الدلتا جي بوزيتيف نمبر، ده معناها ان الفري انرجي كونتنت بتاع البي مور ذان ذات اوف برودكت ايه. يعني ايه؟ يعني البي ديت اكتر من الايه، البي اكتر من الايه، اذا كانت اقل البي اكتر من الايه. فعلشان تتحرك النت انرجي بتاعتنا، نت انرجي بتاعتنا، ابقى احنا هنجين انرجي. هنا بقى ديت هنجين انرجي. الرياكشن ما بيمشيش سبونتينيوس زي ما احنا قلنا، ده علشان تتحرك البي للايه لازم نضيف اي تي بي، لازم نضيف اي تي بي. ده هتضيف الاي تي بي منين؟ من انذر سورس، من التكسير بتاع الفود، من الجلايكوليسيس والسيتريك اسيد سايكل. ابقى ده لازم نعمل كاتابوليزم رياكشنز للكربوهيدرات والليبيد والبروتين، علشان ناخد ايه؟ عشان ناخد اي تي بي، عشان نحرك البي. البي ديت عشان تتحرك للايه عايزه زقه، عايزه ايه؟ عايزه زقه. فالزقه ديت لازم تجينا عن طريق الاي تي بي. ابقى الكرياتين عشان نحوله لكرياتين فوسفيت اللي هو اللي عنده الهاي انرجي، لازم عايز اي تي بي، عكس الكلام اللي فات. عكس الكلام. طيب لو الرياكشن بقى مش سبونتينيوسلي وفقدنا اكسيروجينيك رياكشنز وفضل يفقد وعمل لنا دلتا جي واعطانا اي تي بي واعطانا هيت، الدلتا جي ده انفقد هو كل الانرجي عن طريق الاي تي بي وفقد الانرجي بتاعته عن طريق الهيت، يفضل يوصل لحد دلتا جي زيرو خلاص ايكوليبريم، مفيش ولا يقدر يتحرك شمال ولا يمين، ده جاب اخره لانه فقد كل الانرجي بتاعته عن طريق الايه، عن طريق الاي تي بي وعن طريق. ابقى الاكسيروجينيك رياكشنز ده بنسميها انرجي ريدوسينج رياكشنز. يعني ايه انرجي ريدوسينج رياكشنز؟ يعني بتدينا طاقه. طب ايه الامثله بتاعتها؟ كاتابوليزم، الجلايكوليسيس بتدينا طاقه، الفاتي اسيد اوكسيديشن بتدينا طاقه، ده اكسيروجينيك عشان كده ناكل عشان نتدفى في الشتاء. انما الاندروجينيك رياكشن دي بيوتلايزنج انرجي، ده عايزه طاقه علشان نبني بيها، بنسميه انابوليزم مش كاتابوليزم. الانابوليزم زي الجلايكوجين بايوسينثيسيس، زي الفاتي اسيد بايوسينثيسيس. او الكاتابوليزم والانابوليزم هم اللي بيمثلوا الميتابوليزم، اللي هم اكسيروجينيك رياكشن اند انديروجينيك رياكشن. نيجي بقى لحاجه اسمها الانرجي كارير بتاعنا او الكرنت انرجي بتاعتنا. مين هو الانرجي كارير بتاعنا او الكرنت انرجي بتاعنا؟ اللي هو الاي تي بي اي دي بي سايكل. خلي بالك ان الرياكشنز كلها بتمشي على هذا الاساس، ده علاقه بين الاي تي بي والاي دي بي. الاي تي بي مولكيولز جنريتد باكسيروجينيك رياكشن، اللي عندك طاقه كتيره جدا بتعرف تصنع اي تي بي. طيب لو انت انديروجينيك رياكشنز اكيد 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 بتكسر الاي تي بي علشان تعمل الانديروجينيك رياكشنز، وديت هي الاي سايكل بتاع الاكسيروجينيك انديروجينيك ايه رياكشن. طبعا الاستراكشر بتاع الاي تي بي انتوا عارفينه، عباره عن ادينينا نيوكليوتايدز، وعباره عن ايه 3 فوسفيت متشبطين مع ايه، مع ديوكسيريبوز. الاي تي بي ليه اهميه كبيره جدا 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 جدا، علشان بيعمل ايه؟ علشان هو بيدينا الهيدروليسيس بتاع الاي تي بي، بتدينا طاقه. الاي تي بي عشان تحوله الاي دي بي من اورجانيك فوسفيت يدينا 7.3 كيلو كالوري، والـ ADB عشان تحوله الـ AMB واثنين انورجانيك فوسفيت او بايرو فوسفيت يدينا برضه 7.3، فاحنا بنكسره علشان ناخد ده كارنت انرجي زي الدولار كده زي الجنيه، بنستخدمه في الرياكشن بان احنا بنكسره وناخد منه ايه طاقه. اي بوند بتتكسر من الدبل ارش ديت، دبل ارش تدينا 7.3 ايه 7.3. ابقى كاتابوليك رياكشنز بتدينا كلنا انرجي، ولما تدينا انرجي نخزنها في البنك، البنك بتاعنا اللي هو الايه الاي تي بي. الانابوليك رياكشن بتستخدم انرجي او بتستهلك انرجي، بتيجي منين؟ ان احنا نعمل هيدروليسيس للاي تي بي.
نيجي بقى لليونتس الوحدات بتاعت الانرجي. والله حسب بقى الوحدات بتاعتك ديت تراديشنال كلاسيكال او انترناشونال يونتس. التراديشنال يونتس بالكالوري، الانترناشونال يونت بالجول. لو احنا قسنا بالتراديشنال انرجي بالكالوري هنقول، يقول لك بقى السؤال المصيري بيقول لك ايه، طب يعني ايه كالوري؟ والله الكالوري ديت كمية الطاقة اللي بستخدمها عشان ترفع درجة حرارة المية درجة واحدة مئوية، درجة واحدة. ها يعني ايه؟ يعني درجة الحرارة لو انا عندي كمية من المية رفعت درجة حرارتها من 15 ل 16، ابقى احتاجت ايه؟ واحد كالوري. ابقى الكالوري هي كمية الطاقة اللي مطلوبة عشان نرفع درجة حرارة جرام مية لدرجة مئوية، درجة ايه؟ درجة حرارية. ابقى من 15 ل 16 لو جبنا جرام مية عايزين نرفعه من 15 ل 16، معنى كده ان انا عايز له ايه؟ 1 كالوري. ابقى كمية الطاقة بتاعت 1 كالوري ديت هي كمية الطاقة اللي ترفع درجة حرارة جرام مية درجة واحدة من 15 ل 16. انما الانترناشونال يونت ديت بنقيسها بالجول. طب هو الاكبر الكالوري ولا الجول؟ لا، الكالوري اكتر. الكالوري عبارة عن 4 وشوية جول. طيب ازاي بقى انفيترو بره كده في جسمنا في المعامل بتاعتنا نعرف نعمل نقيس بقى الـ يعني مين اللي قال لك ان الجرام كربوهيدرات بيدينا 4 كيلو كالوري والفات 9؟ عملوها العلماء، عملوها في المعامل بتاعتهم. عملناها ازاي؟ في حاجه اسمها بومب كالوريمتر. البومب كالوريمتر دي بتقفله خالص 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 ونعمل فيها اوكسيديشن في الايه، في الفود ستاف. نجيب الكربوهيدرات لوحدها ونكسرها جوه البومب كالوريمتر او نجيب الليبيد ونكسرها جوه البامب كلوريمتر مقفوله خالص. وبعدين لقيوا بقى لما عملنا في الانفيتر في البامب كلوريمتر ديت الكربوهيدرات الجرام عطانا 4 كيلو كالوري، والفات عطانا 1 جرام عطانا 9 كيلو، والبروتين عطانا 4.1 كيلو كالوري. طيب الانفيتر بقى في البامب ديت كل الانرجي بعد ما كسرناها وقسناها طلعت عليها ايه؟ طلعت عليها هيت. طب انفيفو بقى جوه جسمنا؟ لا، انت بتكسر جوه جسمك في البيولوجيكال اوكسيديشن جوه؟ لا، بنستفيد بيها بقى، بناخد كميه كبيره جدا نخزنها في البنك على هيئه اي تي بي، والباقي بيحافظ على درجه حراره جسمنا عن طريق الهيت. طيب ايه البوند اللي عندنا؟ والله احنا ممكن تكون عندنا فوسفيد بوند. والله لو الفوسفيد بوند ديت لو هي هاي انرجي فوسفيد بوند اللي هي دبل اش بتدينا 7.3 ايه كيلو كالوري. طيب ممكن يكون الايه فوسفيتا مع فوسفيتا، زي الاي تي بي ادوزين تراي فوسفيت، فوسفيتا مع فوسفيتا يدينا ايه الانرجي ديت اللي في الفوسفيتا مع فوسفيتا تدينا 7.3 كيلو كالوري. ممكن الفوسفيتا مع ايه؟ مع كرياتين فوسفيت، الفوسفيتا ماسكه مع ايه؟ مع كربون اهي، كربون الكرياتين فوسفيت اللي هو الجوانيدين، يبقى الفوسفيتا مع ايه؟ مع كربوكسيل او مع كربون بيدينا برضو 10.3. طيب ال 10.3 ال سي مع الايه؟ مع الفوسفيت، الكرياتين فوسفيت، الكرياتين فوسفيت. السي دي بتاعت الكرياتين هي نعم جوانيدو، جوانيدو او الكربوكسيل مع الفوسفيت، انما الكرياتين مع الفوسفيت بيدينا 7.3. ده موجود في المصل، بنخزنه عن طريق الايه؟ تخزين في المصل، كرياتين فوسفيت. طب الكرياتين فوسفيت ده طاقه كبيره جدا، 7.3، ممكن ناخد منها 10.3، ناخد 7.3 والباقي عن طريق الايه؟ نفقده عن طريق الايه؟ الهيت. الكربامايل فوسفيت برضو، كربامايل فوسفيت ده بتاع الجوانيدو مع الفوسفيتا برضو، والله العظيم يدينا 12.3. يبقى ال 12.3 بتاع الكربامايل فوسفيت ممكن برضو ناخد 7.3 على هيئه ايه؟ هاي انرجي اي تي بي، ما ده كارنت انرجي، دايما ناخد منه 7.3 عشان نحوله الاي تي بي، والباقي عن طريق الايه؟ الهيت. طبعا احنا عندنا هاي انرجي فوسفيت بوند، لا اما فوسفيتا مع فوسفيتا، لا اما كرياتين فوسفيت، لا اما كربامايل فوسفيت، ومقاساته مختلفه 7.3 و10.3 و12.3. انما اللو انرجي بقى ده اقل من 7.3، لازم اقل، يعني عباره عن 5 و3 و3.8 و2.2، زي جلوكوز 1 فوسفيت 5، جلوكوز 6 فوسفيت 3.3، فركتوز 6 فوسفيت 3.8، الادنوزين مونوفوسفيت في الاخر خالص بقى اللي هي الداش، الداش مش الارش،
دبل ارج بيدينا 3.4 والجليسرول 3 فوسفيت بيدينا 2.2. ايه بقى البيولوجيكال اوكسيديشن؟ البيولوجيكال اوكسيديشن ده عباره عن ان احنا بنعمل اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، واحنا ماشيين كده. اول ايه حصل له اوكسيديشن لليه؟ للبي، وبعد كده ده حصل له ريدكشن، ابقى ده اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. ابقى الاوكسيديشن ممكن الاوكسيديشن يتم باضافه اكسجين زي الكبر، كبر نضيف له اكسجين يدينا كبريك اوكسايد، ابقى ده حصل له ايه؟ اوكسيديشن. او الاكسيديشن يتم بان احنا نشيل هيدروجين من الكومباوند زي الساكسينيت، شلنا منه هيدروجين تحول لفوميريت، ابقى عملنا له ايه؟ عملنا له اكسيديشن. ابقى الاكسيديشن بيتم عن طريق ان انت تضيف اكسجين او تشيل هيدروجين، او ان انت تريموف الكترونز. لما بتريموف الكترون من الاير بيتحول من فيرس لفرق، ابقى انت عملت له ايه؟ عملت له اكسيديشن. هنا اهوت الكومباوند ده الايه دوت شلت منه ايه؟ الكترون، عملته للبي، ابقى البي ده عملت له ايه؟ عملت له اكسيديشن، ابقى البي ده اوكسيدايز. طب امال الريدكشن عباره عن ايه؟ عباره عن ريموفال بقى عكس اللي فات، ريموفال اوف اوكسجين او اديشن اوف ايه؟ وهيدروجين. والله البيروفيت لو ضفت عليه بقى هيدروجين عملت له ريدكشن تحول لايه؟ للاكتين. او ان انت تضيف الكترون عكس اللي فات بقى، الايرن كان فر ضفت له الكترون بقت ايه؟ بقت فر، ابقى ده ريدكشن. ايه ريدوكس بوتنشال؟ خلي بالك كلمه ريدوكس ريد واوكس، ريد يعني ريدكشن، اوكس يعني اوكسيديشن، عشان كده بنسميها ريدوكس رياكشن. ابقى رياكشن عباره عن ريدوكس رياكشن عباره عن ايه؟ عباره عن كومبوننت من الريد والاوكس، ريدكشن اوكسيديشن، ريدكشن اوكسيديشن، ريدكشن اوكسيديشن. ابقى الاوكسيديشن كابلنج ريدكشن، الاثنين بيقابلوا بعض، ولما يحصل ريدوكس ديت يحصل انرجي ليبريشن. الانرجي ديت محتاجينها اول الطاقه، يا اما على هيئه ايه؟ محتاجين على هيئه اي تي بي او محتاجين على هيت. الهيدروجين بيلعب دور كبير جدا 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 في الانرجي برودكشن، يعني الاثنين هيدروجين لو اتحدوا مع مولكيول يدينا 2 ميه زائد ماسيف كميه كبيره جدا جدا من الانرجي من الطاقه. بس حلاوتها بقى ان احنا بنعمل كل الشغل اللي هنعمله بعد كده عشان ما نقابلش الاثنين الحبايب دول المتعطشين لبعض. ده لو افينيتي او للالكترون وده هاي افينيتي او، لو قابلوا بعض يحرقوا الدنيا. انما نعمل ايه بقى؟ نمررهم بالتدريج عشان يقابلوا بعض في الاخر، في الاخر خالص، والزواج يحصل في الاخر والطاقه تقل خالص علشان يدينا ميه، يدينا ميه بقى ايه؟ ويوسف الانرجي. انما ما نقابلهمش مع بعض، ده احنا بنمرر ايه؟ الهيدروجين ده على مراحل 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 كتيره جدا عشان يقابل الايه؟ الاكسجين ويدينا انرجي. الهيدروجين اوكسيدايزد، انما الاكسجين ده ريديوست، دايما كده اوكسيدايزد اوكسيدايزنج ريدكشن رياكشن ويز ماسيف انرجي اكسبلوجن، يعني بقى ايه كميه طاقه كبيره جدا. فاحنا عايزين بقى ما نعديش الاكسجين الهيدروجين على الاكسجين مره واحده، نعديه على خطوات. ابقى بدل ما نعمل طاقه كبيره جدا على هيئه هيت، احنا لازم نعمل ترانسفيرنج علشان يقابل الاكسجين بعد خطوات كتيرة جدا 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 جدا، واثناء هذه الخطوات نستفيد بالانرجي اللي بتطلع على هيئه ايه؟ اي تي بي. اي هيدروجين بتتكون من بروتون وبتتكون من ايه؟ من الكترون. يبقى الاثنين هيدروجين بيكون اثنين ايه؟ بروتون واثنين ايه؟ واثنين الكترون. الريموفر بتاع الهيدروجين اتوم او الالكترون من الكومباوند دايما دايما بيصطحبوا ايه؟ كميه طاقه بتطلع. ريدوكس بوتنشال، احنا خلاص عرفنا يعني ايه ريدوكس رياكشن، انما الريدوكس بوتنشال يعني ايه؟ دي على طول اول ما جالك كلمه ريدوكس بوتنشال معناها الكترون افينيتي. طب الاكسجين اخباره ايه؟ ده هايست، ده رهيب، كلب الكترون افينيتي، هايست الكترون افينيتي، بيموت في الالكترون، هايست ريدوكس بوتنشال. ادام بيموت في الالكترون وعنده افينيتي عاليه للالكترون، معنى كده انه عنده هاي ريدوكس بوتنشال. ما احنا قلنا ريدوكس بوتنشال يعني الكترون افينيتي. الهيدروجين بقى عكسه، ده لوست الكترون افينيتي، عشان كده بنبدا بالهيدروجين علشان ندحرجه 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 الالكترون بتاعته على ايه؟ تستناه بقى الايه؟ الاكسجين اللي عندها هاي افينيتي تحت خالص، لوست ريدوكس بوتنشال. طب الريدوكس تشين ريد يعني ريدكشن، اوكس يعني اوكسيديشن، يعني كانها ريدكشن اوكسيديشن رياكشن تشين.
الرياكشن ستارت بالهيدروجين وبتنتهي في ترانسفيرد في كومبوننت كده كتيره جدا هيدروجين ترانسبورت تشين لحد ما تقابل الاكسجين ويكونوا ايه ميه عند كومبلكس 4. الكومبوننت بتاع الريدوكس تشين مختلفه في الريدوكس ايه بوتنشال higher than hydrogen and lower than oxygen. ابقى دايما الريدوكس تشين ديت الهيدروجين ده اقل واحد والاكسجين اعلى واحد، معنى كده اللي في الوسط كلهم اللي تشين بقى دي كلهم كل الكومبوننت اللي بين الهيدروجين والاكسجين ابقى الكومبوننت بتاع الريدوكس تشين ليها ريدوكس بوتنشال دايما اعلى من الهيدروجين، الهيدروجين اقل حاجه، واقل من الاكسجين، الاكسجين اعلى حاجه. ها فدايما اللي في الوسط وسط بين الاقل واحد والايه والاكثر واحد. ابقى الهيدروجين ده ايه ابقى الكومبوننت بتاع الريدوكس تشين ليها ريدوكس بوتنشال هاير ذان هيدروجين، كلهم اعلى من الهيدروجين لان الهيدروجين اقل واحد وكلهم اقل من الاكسجين، ها عشان الاكسجين اكتر واحد. وانت بقى ماشي هوت الالكترون بندحرجها هوت هوبا عشان ما تقابلش الاكسجين مره واحده وتعمل ووتر، بندحرجها 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 وكل ما ندحرجها ناخد ايه اي تي بي اي تي بي اي تي بي وهكذا لحد ما يتقابلوا خالص في كومبلكس 4 ويعملوا ميه. الهيدروجين بيتحرك ترانسفيرد من E to B and from B to C علشان ال B has higher redox potential electron affinity عن ال A، إنما C has higher redox potential عن ال B. يعني ال A هنا اتحركت عند ال B وال B اتحركت عند ال C، إيه اللي حركهم؟ علشان الهيدروجين هذا أقل واحد، أقل واحد. طيب وهنا أعلى منه يروح عنده، طب وده أعلى من ده بس اوطى من ده فيروح عند السي وهكذا بقى. ابقى كل واحد بيروح عند الايه بيسلم لواحد، ده اقل واحد الهيدروجين اقل واحد يدي اللي عنده ريدوكس بوتنشال اعلى شويه اللي هو البي، والبي يدي اللي الريدوكس بوتنشال عنده افندي اعلى شويه لحد ما يوصلوا لايه للهايست ريدوكس بوتنشال اللي هو مين الاكسجين. الهيدروجين الكترون بيتحرك من يكون لوور ريدوكس بوتنشال للكومبوننت بتاع الهاير ريدوكس بوتنشال وهكذا. دي الفكره الاساسيه بتاعة الريسبيراتوري اتش. بسم الله الرحمن ابقى خلصنا المحاضرة الأولانية وقفنا عند الريسبيراتوري اتشين، ناخدها في المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.